أهلا بكم أصدقائي في لعبة جديدة من ألعاب ناروتو العالم المفتوح، وهذه أخبار جميلة من هذا الشخص الذي قام بتطوير لعبة من ألعاب ناروتو ولكن في العالم المفتوح أونلاين، يعني لأول مرة. انظر إلى هذه المميزات وتعديل الشخصية، يمكنك تغيير كل شيء تقريبا من الوجه، اللباس وغير ذلك. كل هذه الأمور يمكنك أن تقوم بتعديلها من اللعبة، إذا لدينا الكثير من التفاصيل. أيضا تعديل العينين، الرموش، الشعر إلى غير ذلك، شيء جميل جدا. أيضا جنس الشخصية إلى غير ذلك، وهذه هي معلومات أخرى. مثلا لدينا هنا يعطيك السنة وغير ذلك، هنا الإعدادات الأخرى، الشاكرا، ثم هنا المدرسة. طبعا عندما تدخل اللعبة سيكون عليك أن تأخذ بعض الدروس، وهنا لديك المقاعد لتجلس فيها. انظر أخذ الدروس، ثم لديك تسريحات مختلفة جدا. انظر لهذه الأشياء الجميلة الرائعة، واو، تسريحات يمكنك أن تضعها لشخصيتك طبعا في مكان تعديل الشخصية. ثم بيئات مختلفة جدا في اللعبة، لدينا مثلا استكشاف أماكن مثل هذه الأماكن التي يذهب إليها ساسوكي تقريبا. فكما ترى لدينا أوروتشيمارو مدرب ساسوكي الرائع. ثم هنا يعني تختار ماذا تريد يعني أن تتدرب، يعني كل شيء قيد التطوير حاليا. اللعبة يعني ما زالت قيد التطوير، سيكون هناك الكثير من الأشياء يعني والكثير من التعديلات. هنا المهارات مثلا، هنا بين المهارات وأيضا الأساليب، أسلوب الأحجار إلى غير ذلك، كثير من المهارات والأساليب. نجرب مثلا هذا الأسلوب عندما تقاتل، وأيضا لدينا هذا الأسلوب الماء والحركات الخطيرة فوق المياه الرائعة جدا، وشيدوري لساسوكي طبعا، والكثير من المهارات الأخرى، والمياه. انظر الواقعية، الواقعية في المياه، والشارينجان. وحينما تقوم بالشارينجان الآن يمكن يعني تزداد يعني قوة ضرباتك إلى غير ذلك. ثم هذا البياكوغان الذي يستعمله نيجي في أنمي ناروتو الرائع جدا، بعد المهارات الرائعة والقوية. انظر نفس الحركات، حركات التايجيتسو، واو جميل جدا. وأيضا الضربة الخطيرة عند النيجي، يمكنك أن تقوم بوضع خصمك هنا والضرب. وأيضا شادو كلون طبعا، النسخ تستنسخ يعني مهارة الاستنساخ الذي يقوم بها ناروتو كثيرا. ثم اذا كما ترى بعض المهارات الاخرى التي يمكنك ان تقوم بها في هذه اللعبة الرائعة الجميلة جدا، التي سوف تكون رائعة طبعا اذا لم يتم الغاءها. وانظر الى الجينجيتسو، خطير جدا الجينجيتسو وفن الوهم. ثم لدينا هنا يعني بيئات مختلفة، يعني الليل والصباح وغير ذلك، والتغيير في البيئات، بيئات كثيرة مختلفة. وأيضا جميع المدن الموجودة في ناروتو، كما ترون هذه قرية الصوت على ما أعتقد. وهم لدينا هنا الغابة الخطيرة، وأيضا الصباح أو الجو المشمس. جميل جدا، يعني كثير من البيئات المختلفة. ثم لدينا الآن هنا مود، يعني آخر الفيديوهات الذي وضعها يعني في هذا اليوم طبعا، التي وضعها المطور هذه اللعبة في قناته، بعض المقاطع التي وضعها. يعني ما زالت هناك تعديلات كثيرة يعني في اللعبة، مثل تعديل المهارات، كل شيء تقريبا. المهم هي قيد التطوير، وقد تكون يعني متاحة للتحميل قريبا. انظر إلى التحرك، شيء جميل جدا طريقة التحرك، يعني اللعبة يمكنك أن تلعب مع أصدقائك طبعا، ويعني بشخصيتك الخاصة، وهذا شيء في قمة الروعة. إذن ثم لدينا هو ساسوكي يستعرض قوته في هذا المكان، شيء جميل جدا. شيدوري أو لعبة شيدوري دي من مهاراته المتقدمة، يعني خطيرة خطيرة، شيء خرافي جدا. انظر لهذه القوة الهائلة،
الانفجار العنيف يا صديقي، ابتعد عن الطريق. ثم لدينا المهارات روكلي التي استعملها روكلي طبعا. ننظر الى هذه القوة، لان هنا سوف نرى القتال كيف يبدو مثلا في هذه اللعبة في يعني في هذه الاثناء، وقد يتم يعني تغيير القتال الى ان يكون اكثر روعة طبعا، لانه القتال المدهش. انظر الى هذه الحركات القتالية، واو اكشن يا سادة. انظر الى هذا رائع، شقلبات حركات، خذ هذا، واو خطير خطير خطير. هذه اللعبة ستكون اسطورية جدا حين يتم اطلاقها، انا متأكد من هذا الامر، خاصة من عشاق الانمي وعشاق ناروتو بصفة خاصة جدا. هذه اللعبة ستكون خطيرة ورائعة حقا، لان هذا النوع لم يكن موجودا ابدا. يعني هذا الشخص او هذه الشركة هم يعني اول الاشخاص الذين يبدأون في تطوير هذا النوع من الالعاب، حتى انهم وضعوا بعض الاشياء التفصيلية البسيطة. مثلا المكان الذي كان يجلس فيه ناروتو شيء خطير، المكان الذي كان يجلس فيه وكان صغيرا، وايضا المدرسة التي سوف تدرس فيها طبعا، تأخذ فيها الدروس. واو، والحفز كذلك عند بعض المهارات شيء رائع. وانظر الى هذه البيئات المختلفة، شيء رائع جدا. واو، والشمس، واسلوب الحجر، واو. وايضا يخاف الشخص باستعمال فن الوهم، واو جميل جدا. وحركات خطيرة، وهذه فقط ليست لجزء صغير من المهارات فقط، هناك الكثير من المهارات الأخرى التي يمكنك القيام بها في هذه اللعبة الرائعة. جميل جدا، يمكنك أن تذهب يعني في عالم مفتوح إلى أي مكان تريد. ولا تنسى أن هناك لصوص في الطريق، لا في بعض الأحيان تلتقي باللصوص يعني عبر الطريق. رائع، هجوم عنيف يا صديقي. انظر الى الشمس الصباحية، طلوع الشمس شيء رائع. وايضا اماكن يعني خاصة، اماكن مغلقة الى غير ذلك من جميع يعني تقريبا كل التفاصيل موجودة يعني على حسب منطقة ناروتو، عالم ناروتو. فايضا هذه المنطقة التي فيها عالم الاوتشي، يعني الكل يعرف هذا المكان. واو، هناك القتال العنيف، واو الشارينجان ايضا حركة خطيرة. واو، لقد هزمهم. ثم لدينا بيئات طبعا، وهذا كل شيء، نراكم في الحلقة المقبلة.